أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تقرير الخبراء الخاص بإنشاء ميليشيا الحوثي 3 أجهزة استخباراتية. قال فريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن إن ميليشيا الحوثي أنشأت 3 أجهزة استخباراتية لتوطيد سلطتها وقمع معارضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأضاف الفريق في تقرير قدمه لمجلس الأمن أن الميليشيا أنشأت جهاز الأمن الوقائي لرصد حركة الحوثيين وضمان عدم فرار عناصرها من الجبهة، ويقدم هذا الجهاز تقاريره لعبد الملك الحوثي زعيم الميليشيا. وفقا للتقرير، فإن الميليشيا أنشأت أيضا مكتب الأمن والاستخبارات، وهو عبارة عن دمج لمكتب الأمن القومي والأمن السياسي سابقا، ومهمته البحث عن تهديدات محتملة من خارج الحركة الحوثية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: انتهاكات ميليشيا الحوثي للمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وموقف الأمم المتحدة من إنشاء الميليشيا أجهزة استخباراتية لقمع معارضيها. الحوثيون ينشئون 3 أجهزة قمعية جديدة في مناطق سيطرتهم، خبر متداول بالتجزئة منذ سنوات، وكشف عن أبعاده الكاملة تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن قدم مؤخرا إلى المجلس. فريق الخبراء تحدث بشكل واضح عن مخطط للحوثيين يرمي إلى توطيد سلطتهم وقمع معارضيهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. التقرير تحدث عن 3 أجهزة تشمل جهاز الأمن الوقائي والمخصص لرصد حركة الحوثيين وضمان عدم فرار عناصرهم من الجبهة، ويقدم هذا الجهاز تقاريره إلى زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. أما الجهاز الثاني فقد تشكل من دمج جهازي الأمن القومي والسياسي ليحمل اسما جديدا هو مكتب الأمن والاستخبارات، ومهمته الأساسية تتمثل في البحث عن تهديدات محتملة من خارج الميليشيا الحوثية. أما الجهاز الثالث فيأتي معبرا عن توجه صادم للعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية في اليمن، ويسمى الزينبيات، وهو جهاز وصفه تقرير الخبراء الدوليين بالمخابراتي الموجه نحو النساء، والذي يقوم بعملية الاحتجاز والاعتقال والاعتداء الجنسي وتيسير عملية الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية. يعمل الحوثيون بدأب كبير على تكريس النموذج المستجلب من إيران، ويواصلون السير في طريق يكشف في نهايته عن وضع جديد كلياً عنوانه القمع الطائفي وإقصاء المخالف بالحديد والنار. لم يعد الأمر في نظر المراقبين مجرد حرث في الحقل العسكري والأمني الذي خلفه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بل تسوير كامل للحقل وإحلال لأدوات جديدة بهدف القمع والسيطرة الشمولية التي لا تقبل بالرأي الآخر، ناهيك عن تشارك السلطة التي تبشر بها المبادرة الدولية للحل. فالجيش السابق أفرغ من مضمونه لتملأه اللجان الشعبية التي تم تكوينها حركياً على الأسس العقائدية الصارخة، وأعيد تكييف الجزء المتبقي منه وفقاً لهذه الأسس، وكذلك الأجهزة الأمنية الجديدة التي توسلت التطرف العقائدي سبيلاً لمواجهة الشعب اليمني وجمهوريته ومبادئها العظيمة التي يتأسس عليها بنيان المواطنة اليمنية العتيدة. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير عام البحوث في وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة. سيد وليد، مرحبا بك معنا. بداية، ميليشيا الحوثي تعمد إلى إنشاء أجهزة استخبارات خاصة بها لقمع المعارضين، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حالة حقوق الإنسان في البلاد؟ مساء الخير لك أخي العزيز وللعاملين في قناة بلقيس ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة لم يأتي تقرير مجلس الخبراء بجديد، باستثناء أن ما كان قد كشف عنه سابقا من خلال المواطنين والمحتجزين وأهالي المحتجزين أيضا وأهالي المعتقلات، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان وأيضا وزارة حقوق الإنسان، بخصوص ما تتعرض له الناشطات أو ما تعرضنا له الناشطات في العديد من مراكز الاحتجاز التي قام بهن أو قام بها أعضاء تابعين لمجلس الأمن الوقائي التابع للميليشيا. هذا الجديد في الأمر أن مجلس أو أن جهاز الأمن الوقائي هو أعلى جهاز مخابراتي تابع لميليشيات الحوثيين،
وقد بني قد بني على أسس عقيدية وعقائدية إثنا عشرية صارمة ومنضبطة، كما أن هذا الجهاز يشبه إلى حد ما جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري، وهو أيضا يستمد منه العقيدة العسكرية أو عقيدة الولي الفقيه، بالإضافة إلى أساليبه وسلوكياته في وطرائقه في التعامل مع المحتجين والمعارضين، بالإضافة إلى أن الحوثيين ليسوا دولة على غرار إيران، فلم يستطع الجهاز التحول إلى مؤسسة واضحة المعالم، وإنما أيضا أدى إلى أن أعضاء أو ضباط وأفراد تابعين لهذا الجهاز يقومون بممارسات كل على طريقته الخاصة. يدار هذا الجهاز للأسف الشديد، صحيح أنه يتبع مباشرة عبد الملك الحوثي مرشد الجماعة، إلا أنه هناك عدة أجنحة داخل هذا الجهاز وهي تدير، وهناك أمراء حرب داخل هذا الجهاز يديرون كل محافظة على حدة وكل مديرية على حدة، ويتعاملون مع المواقف بناء على تقديراتهم الشخصية، لأن هذا الجهاز لا يوجد له لوائح داخلية تنظم عمله، ولا أيضا قوانين على الأقل ميليشياوية تحدد صلاحياته بشكل واضح ومحدد لكل العاملين فيه، أو أيضا بالتناغم مع بقية أجهزة الميليشيات الأخرى الأمنية والعسكرية وأيضا القضائية وغيرها من الأجهزة. نعم. وبالتالي هذا الجهاز تحول إلى وكر للتعذيب، للأسف الشديد تحول إلى وكر لتنفيذ الاغتيالات، تحول إلى وكر أيضا لإرهاب القادة العسكريين والميدانيين المتواجدين في الجبهات، بالإضافة إلى أن المهمة الأولى التي أنشئ من أجلها الجهاز بحسب العديد من الروايات التي تحصلنا عليها في وزارة حقوق الإنسان كانت لمنع هروب المقاتلين من الجبهات، كان يتم إرسال المزيد من المقاتلين على خطوط النار، ويتمركز نقاط تابعة على هذا الجهاز خلف الخطوط الأمامية للمحاربين، يمنع عودة الأسلحة من الجبهات، يمنع هروب هؤلاء المقاتلين، وكان يتولى عملية التحشيد أيضا. نعم سيد ولي، إلى أنه تطور. تفضل بالبقاء معي. نرحب أيضا برئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري معنا من القاهرة، مرحبا بك معنا. ما هي دوافع إنشاء الميليشيا أجهزة استخبارات هذه المرة تستهدف النساء في صنعاء، ونحن نعرف أنها تعتبر أو يعتبر توجه صادم بالنسبة للعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية في اليمن؟ تحدثنا من قبل أن ميليشيا الحوثي تستهدف النساء بشكل مباشر في كل الأصعدة، كانت في الجامعات أو في الحياة العملية في الجامعات، وفي أيضا مجتمع المدني ومنظمات العاملة الإنسانية، أيضا قامت على تجنيد النساء عبر ميليشيات الزينبيات التي تقوم باستهداف النساء بشكل مباشر وقمع حرياتهن والتدخل في الشؤون الخاصة لهن في الجامعات وفي العمل وفي حتى الحارات، يقومون بمراقبة تحركات النساء أيضا قمعهن من خلال عدم السماح لهم بالتجمعات أو ممارسات العمل الصحفي والإعلامي وحتى النشاط الحقوقي. هذه الكيانات التي أنشأتها جماعة الحوثيين كانت ممنهجة بشكل كامل من أجل تقويض الحقوق والحريات داخل مناطق سيطرتهم، وللأسف كان لدينا العديد من الحالات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية والتي تحدثت بشكل مباشر عن كم الاعتقالات والإخفاءات والسجون السرية التي تقبع بها النساء من مختلف المشارب السياسية والمجتمعية والحقوقية أيضا، وتمارس ضدهن العديد من الانتهاكات، التحرشات الجنسية والاغتصابات والتعذيب البدني والجسماني. لكن للأسف لم يكن هناك تجاوب من بعض العائلات خوفا من وصمة العار التي تلاحق بعض الفتيات والتي أدت حتى إلى تدمير حياتهن الزوجية، وأيضا بعض الحالات أدت إلى انتحارهن. هذه الكيانات التي أنشأتها بالتالي تستهدف ليس فقط النساء في المجتمع اليمني، والتي تمثل خط أحمر على كل الصراعات التي مرت بها اليمن ولم تستهدف في مرة من المرات الحياة الخاصة للنساء،
أو المرأة بشكل عام، ولكن الحرب التي دخلتها اليمن مع الحوثيين استهدفت النساء بشكل مباشر جدا، كان بالاستهداف الحياة أو بالتعذيب وأيضا الاعتقالات والإخفاءات والقنص، وعلى كل الانتهاكات التي قامت بها كانت المرأة تتزعم الأرقام الأولى في الضحايا لجماعة الحوثيين. نعم، تفضل بالبقاء معنا. أيضا ينضم إلينا من تعز الناشط الحقوقي ياسر المليكي، مرحبا بك معنا. تقرير يتهم الحوثيين بإنشاء أجهزة استخباراتية جديدة لقمع المعارضين، أنت كيف تقيم ذلك، أو ما هي دوافع ميليشيا الحوثي لإنشاء مثل هذه الأجهزة؟ أهلا بك بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. بالتأكيد كان هذا التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، هذا التقرير الذي صدر أخيرا كان شاملا لكثير من الأحداث التي تمر بها الأراضي اليمنية، إضافة إلى الأحداث السياسية والاقتصادية والاقتتال وغيرها من النواحي الاجتماعية اليمنية. تطرق التقرير إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها كافة أطراف الصراع المسلح في اليمن، وكان من أبرز هذه الانتهاكات هي تلك التي ترتكبها جماعة الحوثي عن طريق جهازها الاستخباراتي لنحو جهازها السري الجديد، وهو الجهاز المشكل من دمج جهازين استخباراتيين في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذا الجهاز الاستخباراتي التي تسميه جماعة الحوثي بمكتب الأمن والاستخبارات ارتكب أو يرتكب بحسب التقرير عدد من الجرائم. هذه الجرائم كان أبرزها هي اعتقال المعارضين، إضافة إلى اعتقال النساء، أضف إلى نشاطه النشاط الذي يقوم به ضد القطاع المصرفي، ضد البنوك، ضد الكثير من المدراء المكاتب كما سماهم التقرير، كثير من مدراء البنوك والمصارف والعاملين والموظفين في هذه المصارف الاقتصادية. تدخل جهاز هذا المكتب في قمع هؤلاء والتأثير على نشاطهم الاقتصادي، في خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة، جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي. نعم. إضافة إلى ما يقوم به هذا الجهاز وتدخله، كما نص تقرير فريق الخبراء بأن إنشاؤه كان بغرض مواجهة التهديدات الخارجية التي تتعرض لها جماعة الحوثي، فإضافة إلى هذا النشاط الذي يقوم به في القطاع الاقتصادي. نعم. أشرت سيد ياسر للتهديدات الخارجية التي تخاف منها ميليشيا الحوثي. ننتقل إلى ضيفنا وليد الأبارة. سيد وليد، ما الذي تقدمه أو تسعى لتقديمه الحكومة اليمنية إزاء هذه النيات الحوثية المقوضة لمبادرات السلام، ونحن نعرف أن هناك محاولة لتشارك السلطة التي تبشر بها المبادرات الدولية؟ أولا دعني أقول لك أنه لا يوجد حاليا أي شكل من أشكال أو نوايا للسلام من قبل هذه الميليشيات، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أرضية مناسبة لبناء سلام مستدام في اليمن، يعيد السلطة للشعب ويستعيد مؤسسة الدولة ويحتكر السلاح بيد مؤسسة عسكرية نظامية وانضباطية، وأيضا البدء بيعة الإعمار وإجراء العدالة الانتقالية. كان هناك فرصة لبناء سلام من خلال الاتفاق الأولي أو اتفاق ستوكهولم الأولي عبر جزئية الحديدة والساحل الغربي، لكن للأسف الشديد هذه الميليشيات لم تلتزم حتى هذه اللحظة بأي من بنود تلك الاتفاقية، حتى بشقيها الإنساني والاقتصادي، علاوة على الانسحاب من الموانئ وأيضا فتح الطرقات عبر نزع الأرقام وأيضا الانسحاب من مدينة الحديدة.
إذا نحن نتحدث على ألا لا وجود لأي أرضيات سلام مناسبة في الوقت الحالي. لا يزال الحوثيون يصعدون عسكريا في مختلف الجبهات. اجتاح الحوثيين حجر قبل بضعة أشهر، ثم بعد ذلك قاموا بعملية اجتياح كبيرة أو محاولة اجتياح كبيرة للعديد من مديريات إب وأيضا محافظة الضالع، محاولين إحداث اختراق. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد وليد الأبارة، سنعاود التواصل معه. نعود إلى ضيفتنا من القاهرة هدى الصراري. سيدة هدى، في الشق الذي يتعلق بالنساء والانتهاكات التي تتعرض لها النساء، كيف تقيمين دور منظمات الأمم المتحدة في الحد من هذه الانتهاكات الحوثية؟ أولا، ما وصل من حالات توثيق ورصد للوقائع التي قامت بها جماعة الحوثيين ضد النساء في مناطق سيطرتهم، رصدنا العديد من الانتهاكات وتم إيصالها بشكل مباشر إلى المنظمات الدولية، وبدليل أنها صدرت في تقرير فريق الخبراء لمجلس الأمن. ينبغي الآن علينا الضغط على هذه المنظمات لإصدار بيانات إدانة ضد الحوثيين، التحرك على المستوى الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية لليمن كانت الموجودة في الدول الأوروبية التي تضغط على الحوثيين بشكل أو بآخر، وكذلك أيضا البعثة الدبلوماسية الموجودة في مجلس حقوق الإنسان لإبراز هذه الانتهاكات وتسليط الضوء عليها، وبالتالي حتى على الأقل إصدار عقوبات أو إدانات من قبل مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين. والأهم من ذلك هو أن تقوم وزارة حقوق الإنسان بالعمل على هذه الانتهاكات، وأيضا المطالبة بالتجديد على معاقبة جماعة الحوثيين التي تقوم بارتكاب انتهاكات ضد النساء في المناطق سيطرتها، أيضا التواصل مع هذه الحالات بشكل أو بآخر. لكن سيدة هدى، هل يمكن لهذا الضغط أن يشكل فارقا أو يحدث تأثيرا لدى المنظمات الأممية؟ وإلى أي مدى يمكن أن ينجح التقرير الأممي الجديد الأخير هذا في تحجيم انتهاكات الميليشيات؟ ليس هذا التقرير الذي صدر فيه الذي تكلم عن انتهاكات جماعة الحوثيين، ولكن العديد من التقارير الدولية التي تتكلم على الانتهاكات. السؤال هنا، ما الذي ينبغي على الحكومة الشرعية وعلى أيضا المنظمات الدولية أزاء هذه الانتهاكات؟ يجب علينا أولا الرصد والتوثيق، وهذا ما تقوم به منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء كانوا في مناطق سيطرة الحوثيين أو حتى في المناطق المحررة. قمنا بتوثيق العديد من الملفات وسلمناها إلى المنظمات الدولية. للأسف الملف الحقوقي يتم استخدامه أسوأ استخدام سياسيا في أروقة مجلس الأمن وكذلك أيضا في مجلس حقوق الإنسان. من أي طرف يتم استخدام هذا الملف؟ يعني تقصدين أي طرف يتم أو يستثمر هذا الملف بشكل سيء؟ الدول الراعية للسلام في اليمن تستخدم هذا الملف الحقوقي ليس بشكل عادل، ولا تقوم ب الضغط على جماعة الحوثيين بإيقاف هذه الانتهاكات ضد كل الفئات، كانت النساء أو الأطفال أو حتى المواطنين في مناطق سيطرتهم. بالتالي يستمر انتهاكات جماعة الحوثيين لأنه لا يوجد أي تحرك دولي أو أي تحرك من جانب الشرعية أزاء هذه الانتهاكات. كل التحركات على الجبهات القتالية فقط لا غير، لكن الملف الحقوقي يترك بلا أي جهد حتى لإيلاء الانتباه أو حتى مجرد أنه يتم الضغط من خلاله. قلنا ونكرر من خلال هذا اللقاء أن الملف الحقوقي مهم جدا حتى لتحقيق إنجازات على المستوى السياسي، ولكن للأسف ساستنا متخاذلين جدا في التحرك عبر هذا الملف في الأروقة مجلس الأمن الدولي ولا في مجلس حقوق الإنسان، ولا يتم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والتحرك دوليا عبر الضغط على جماعة الحوثيين أولا بإيقاف الحرب وأيضا الكف عن الانتهاكات. نعم، ومحاسبتهم حتى. نعم، تفضلي بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا من تعز الناشط الحقوقي ياسر المليكي. سيد ياسر، ما الذي يمكن للمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان
عمله حيال انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة. بالتأكيد أن أقصى ما يمكن أن تعمله هذه المنظمات، خصوصا المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية المرتبطة بعدد من دوائر القرار الغربية، لنقول أن هذه المنظمات دورها منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة هو إصدار التقارير، إضافة إلى عملية الضغط الذي تمارسه على صناع القرار المحليين او الدوليين وتاثيرهم في هذه الحرب. هذه المنظمات هي اقصى ما عملته في هذه الحرب هو كما ذكرت لك اصدار التقارير، اضافه الى الضغط سواء الاعلامي او تكوين اللوبيهات او غيرها من وسائل الضغط والتاثير والتحشيد لوقف هذه الحرب اليمنيه ولتوجيه الادانات تجاه المرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه الحرب الدائرة في الأراضي اليمنية. لا يمكن أن نعول على هذه المنظمات أن تقوم مقام مجلس الأمن الدولي أو الدول ذات التأثير في الملف اليمني، لكن هذا التقرير الصادر عن طريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي أعتقد أنه وثيقة مهمة يمكن أن يستخدم ضد كل الذين قوضوا السلطات اليمنية أو ساهموا بشكل مباشر أو غيره في تقويض سلطة الحكومة اليمنية وكل الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. هذه الوثيقة تعتبر مهمة إما للضحايا أو وثيقة مهمة اليمنية أشرت أو لغيرها من الجهات التي يمكن أن تستخدمها في معاقبة هؤلاء الجناة أو المنتهكين أو الذين لهم تأثير في تقويض سلطات الدولة اليمنية. شكرا لك سيد ياسر المليكي، كنت معنا من تعز الناشط الحقوقي، وأشرت إلى أن هذه أو التقرير الأخير هو يعتبر وثيقة مهمة لمحاسبة المنتهكين، ولا يمكن أيضا التعويل عليها. كيف يمكن أن نفهم هذا الطرح سيدة هدى، وما هي الخطوات التي يمكن أو الخطوات المتاحة أمام الحكومة الشرعية لوقف انتهاكات الميليشيا المستمرة عبر أجهزتها الاستخباراتية؟ أولا على الحكومة الشرعية تقديم كل الأدلة والبراهين التي وردت في تقرير خبراء مجلس الأمن والعديد أيضا من الأدلة التي تم توثيقها ورصدها من خلال الوقائع التي حدثت خلال الفترة الماضية. يجب التحرك بشكل ممنهج عبر السفراء الدول الموجودين في الدول الأوروبية وكذلك أيضا عبر البعثات الدبلوماسية للضغط على جماعة الحوثيين، أولا بفرض عقوبات، ثانيا أيضا التحرك في الملف السياسي هذا مهم جدا أيضا لإنجاح الملف الحقوقي، كلاهما يجب أن يسيران بنفس الاتجاه الملف الحقوقي والملف السياسي. أيضا لا ننسى من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث من جانب الحوثيين وكافة أطراف الصراع، نحن لا نتكلم عن طرف صراع واحد في اليمن وإنما عن عدة أطراف للأسف جميعها ترتكب العديد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني. يجب نحن كمنظمات حقوقية وأيضا كمنظمات دولية إيلاء الاهتمام بشكل مباشر بالضحايا المدنيين التي ترتكب بحقهم كافة أنواع الانتهاكات، وأيضا المطالبة بفرض عقوبات وعقوبات أيضا تنفذ من خلال انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ولا ننسى كذلك أن الوقائع التي يتم رصدها من خلال لجنة حقوق الإنسان التي أصدرت بقرار جمهوري ولديها العديد من الملفات التي قد أحيلت للقضاء، أنه ينبغي أن تصدر أحكام قضائية بمعاقبة المنتهكين ومن ضمنهم جماعة الحوثيين، لأن القانون الدولي لا يصدر أي عقوبات، لا إنما التشريعات الوطنية سوف نستفيد منها بشكل كبير جدا إذا تحركنا عبر هذا المنحة. أيضا الجانب الآخر هو ما تقوم به البعثة الموجودة
في مجلس حقوق الإنسان حقيقة لا تقوم بما يجب عليها من مسؤولية بأن تبرز هذه الانتهاكات عبر المؤتمرات التي تقام في مجلس حقوق الإنسان. يجب على المنظمات، ليس فقط المنظمات التي تشتغل على اليمن، وإنما المنظمات الأخرى التي قد تستطيع الضغط على حكوماتها بكف بيع السلاح أو حتى الضغط على الحوثيين عبر ضغط إيران، وهكذا يتم التحرك في هذا الملف على كافة الأصعدة والمناحي. نعم، وصلت فكرتك السيدة هدى الصراري، كنت معنا من القاهرة، رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لمدير عام البحوث في وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة، كان معنا من القاهرة، وأيضا من تعز الناشط الحقوقي ياسر المليكي، والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة، والتحية أيضا لمعد الحلقة عبد الرقيب الأبارة، وفي أمان الله.